معالم كده سياحيه في كل مكان، يعني ما مثلا ايه اقول لك الجيزه فهتقول لي الهرم، اقول لك اسكندريه مثلا تقول لي القلعه والمكتبه، و مطعم اوزي للمشويات. مطعم، بص بقى انا طبعا رحت يعني مطاعم ياما وكلت في حتت ياما، لكن مطعم اوزي انا عرفته من ناس اسكندرانيه قالوا لي انسي اي مشويات كلتيها في حياتك، انسي اي طواجن كلتيها في حياتك، انسي اي ملوخيه بتعمل لها الشو اللي بيتعمل ده وكلتيها في حياتك، ما تقوليش بقى لا ملوخيه ماما ولا ملوخيه تيتا، روحي مطعم اوزي. طب فين مكانه؟ قالوا لي مكانه في سموحه، بس انت كده الاول ما توصلي لمحطه الرمل هتشمي ريحه المشويات، امشي وراها هتوصلي. ورحت مطعم اوزي، والحقيقه مطعم في منتهى الشياكه على ارقى مستوى ممكن تشوفه، مستوى 5 نجوم. اتخضيت لما قلت لصاحبي ده ايه، قلت له طب ما الاسعار هتبقى قبح، قال لي لا 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 لا، سعر اي مكان ممكن تروحيه في اي حته، لكن بيفرق الطعم ونوع اللحمه، لان هم عندهم مصانع اللحمه بتاعتهم، و عايزه تبقي كده في مكان محترم كده وشيك ولذيذ، وتعزمي كده اهلك واصحابك وتدفعي فاتوره عاديه جدا جدا، لازم تروحي مطعم اوزي. مطعم كل ما افتكر الاكل اللي انا اكلته هناك، طب تعالوا بقى نشوف، تعالوا نشوف الجمال اللي انا شفته، ولازم كده تعيشوا معايا ونخرج شويه بره الاستوديو، وان شاء الله بوعدكم ان احنا هنحاول نروح محافظات مختلفه، بس ابتدينا باسكندريه مش عروس البحر المتوسط، عروس الدنيا كلها. يلا نروح على مطعم اوزي. طالما جيت اسكندريه يبقى كان لازم اتمشى ناحيه محطه الرمل كده. رحت محطه الرمل، شميت ريحة مشويات، فضلت أمشي 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 أمشي، وصلت هوب سموحة. الريحة جابتني من محطة الرمل لسموحة، قعدت أشم ريحة كباب، كفتة، طرب، موزة، فراخ، شيش طاووق، أحمدك يا رب. جينا هنا عند مطعم كباب أوزي. عايزين تعرفوا مطعم كباب اوزي؟ تعالوا معايا. اهلا 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 وسهلا، اهلا بيك يا حبيبتي، شرفت، اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. عظمه عظمه عظمه، حاجه في منتهى الشياكه والرقي، حاجه كده 5 نجوم. الريحه بقى أكلاني. تعالوا، السلام عليكم، اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا اهلا بيك. ممكن ابوس واحنا بناكل ولا لا سلام على طعام؟ يا اهلا وسهلا. الاكل حلو اهم حاجه، اسكندريه نورت، ده منوره باهلها، منوره باهلها. الله يكرمك. الاكل ايه الاخبار؟ بس انا بحب، سيبك من الاكل، سيبك من الاكل. يلا يا حبيبتي ربنا يسعدك. الاكل جميل بجد. ايه اكتر؟ لان انا طباخه ماهره كمان. اوبا يعني اوزي. انا اكلت ورق العنب الرصايه حبايه حبايه، مش معاكينه بجد. طب الخلطه، انا يهمني الخلطه، عشان كده الخلطه الطعم جميل النبي. طب الخلطه بتاعه الورق العنب جميله. انت اللي قمره. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عزه. عزه يا عزوزه، اقسم بالله انت شبه اختي بالملي. الله وحياه ربنا، انت ما سكر زيك. الله يخليك حبيبتي، ربنا يسعدك، ربنا يسعدك حبيبتي. الف هنا، السلام عليكم. لسه الاكل ما جاش. خلصتوا؟ هلا 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 هلا. خلصتوا والاكل كان ايه؟ بجد الخدمه جميله جدا، ما شاء الله. الخدمه جميله. طب انا هسال، انت قلتي الخدمه جميله والاكل جميل،
المشاعر اخبار الاسعار. لا لا بس مش مشكله، بس المهم الحاجه نظيفه وزي الفل. زي بره ولا اصل المكان شكله الخندق بصراحه يعني، وانا داخله الشياكه دي الرقي ده 5 نجوم، فقلت اكيد الاسعار هتبقى شريره. طيبه ما شاء الله جميله حبيبي. الف هنا الف هنا يا حبيبتي، ربنا يسعدكم يا رب، ويعني تعيش وتعزمها وتعزم الامامير دول ربنا يحفظهم. ربنا يخليك. ايه القمر ده؟ ايه كلنا ولا لسه هناكل؟ كلنا. طب تعالى لي. السلام عليكم يا اهلا وسهلا. تعالى لي. اكلت ايه؟ اكلت كفته اوبا وريش دوني اوبا، واكلت رز اوبا شرب الكوارع. طب ايه ده؟ في هنا شرب الكوارع؟ محدش قال لي كمان في شرب الكوارع، انا فاكره مشويات بس. لا في كله. طب اكتر حاجه قلت الله وانا كل مره حاجة هنا لازم اطلبها؟ طب مين الحاسب، بابا ولا انت؟ لا بابا. فين بابا؟ تعالى بقى تعالى لي. انت عزمت كل دول؟ ربنا يا رب. والدتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ربنا يسعدك بيهم. يعني ده واضح ان عزومه. كان هنا اول امبارح على فكره. طب استنوا بقى، يعني كان هنا اول امبارح وهنا النهارده؟ واضح ان الاكل جميل. كل سنة وانتم طيبين ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك وما ينقص منكم حد. مين اللي هيحاسب؟ يبقى مش انت، طالما قلت ايوه مش انت. بالتساوي بقى عشان نطلب، عشان الولاد يطلبوا براحتهم. ها نقسمها بقى يا حبيبي، ربنا يخليكم لبعض. والاسعار هنا اعتقد زي بره، يعني مش حاجه مبالغ فيها. بتلعثم الحقيقه قدام المشهد اللي انا فيه ده، انا عايزه اصمت، يعني مش عايزه، مش قادره اتكلم طبعا. وانا طالعه عماله اشوف الناس واخد اراء الناس، والناس كل واحد يحكي لي على افضل طبق هو اكله. ايه يقول لي انا الموزه ما حصلتش، واللي يقول لي الحمام المحشي ما حصلش، واللي يقول لي المشاوي طعمها كده، طعم اللحمه مش زي اي مكان تاني. فانا طلبت كل الحاجات، والحقيقه طلبت كل الحاجات. وقلت بقى ايه، طب انا يعني وانا باكل انا عايزه برضو استفهم واسال واسمع. فبشرفني الاستاذ محمد الزيات، والاستاذ محمد برضو بس مش الزيات، محمد حجاج. الجمال دول هم المسؤولين عن خدمتكم في مطعم كباب اوزي. الناس دي بجد يعني عامله هنا عظمه. بشرف يعني بشرف جدا يعني حضرتك، العظمه بوجودك فعلا معانا، وجود حضرتك والعظمه ان احنا قدرنا نقنع حضرتك انه يا فندم الجوده اللي انت شايفاها دي. انا ما بالغتش لما يعني قلت لك انا شامنا ريحه المشاوي من محطه الرامي. الحمد لله ده مجهود طبعا الحقيقه، يعني سمع عليكم ما شاء الله، انتوا عملتوا سمعه في اسكندريه كلها وفي سموحه بالذات، حاجه جباره. وانا طالعه الناس ما شاء الله الله اكبر، امسك الخشب المطعم في ويتنج ليست تحت، الدنيا زحمه موت، الناس مبسوطه قوي. اكتر حاجه لفتت نظري اقول بصراحه، اتفضلي، مستوى الشياكه بتاعه المكان فعلا 5 نجوم. هو انه فعلا 5 نجوم دي الحقيقه، هو فعلا تصنيف متصنفين من 5 نجوم فعلا، تصنفته 5 نجوم. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. يمكن ده يمكن احنا من المطاعم القليله الاورينتال. انا اتحدى اي ست بيت تقدر تعمل العظمه دي. يعني بصوا انا ست بيت، والحقيقه ادعي ان انا بعرف اطبخ. في هنا ما هو في تجانس خبرات، ما هو اللي انا عايز اقوله برضو ان في تجانس وخبرات موجود. طب ندخل على المطبخ، ندخل على المطبخ، نمد ايدينا ونقول بسم الله. يهمني. اوبا، شوفوا تحسوا ان الحمامه يعني عايزه تجيلي، يعني هي عارفه عاده. بصوا هو ما بيتاكلش بشوكه وسكينه بالظبط، وعشان كده انا مختاره صغير كده، عشان هيك ممكن تاكل الحمامه عندي زي الصندوق يعني. لا هو
ده حقيقي والله العظيم. لا الطعم لا 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 ما لا بقى يعني الطعم بقى موضوع تاني. ده الرز بس كده. ممكن اسقف؟ يشرفني. ممكن نسقف كلنا؟ لا والله العظيم الحمام عايز تسقيفه. يشرفني. يا جماعه الحمام ده عايز تسقيفه ثانيه. كمل يا ابني كمل. في بقى الموز الضاني. تمام؟ لا لا واحده. مختلفة جدا. انا استمتع بالحمام لان الموز كمان والموز الضاني. محمد عايز يقول لك انه احنا عندنا اختيارنا لنوعية اللحوم اللي بنشتغل بيها ودي من اهم الحاجات. قالوا لي ان انت عندك المزارع بتاعتك. خلينا اقول ان انا عندي المصنع بتاعي وعندي مش المزارع، انا عندي مزارع مصر اللي بتتعامل في البرق وانضف برق موجود. دي كلها المزارع. ده المزارع بتاعتي. البرق ده يا جماعه احنا اسم المطعم اوزي اللي اوزي هو عشان ده تصنيف. كله تصنيف بتاعي. انا كل مزارع مصر بتاعتي بس النوعيه دي بتاعتي. زي العصايه بقى كده. تيجي مجزره يهمني انت تجيبيها. هو اهم حاجه العصايه. لا خصوم من كل فرد قبيله. ايوه. وعملت تعالى. عماد في البيت. طب تعالى. والله اسمك والله العظيم. طب انت طيب احنا بقى نجرب برضو. لازم نجرب. وانا موافق. لازم وانا موافق جدا. لا عماد من البيت. انت بتحب ايه؟ حمام. اتفضل. سلمينا عليه. من عيني. وده اول سحب. ده اول سحب انا على فرد حمام على فكره. يا جماعه عيني وانا اقول مين؟ امان نيويورك. طب صاحب جوزي وعلى غفله. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. شرفت يا فندم. شرفت يا فندم. شكرا. لا لا بالعكس ده الضوء عشان يعني لازم تدوق بقى. وبالصدفه صاحب زوجي كان في كان معاه في امريكا فلازم طبعا احييه. يا بصوا يا جماعه لون اللحمه الكاميرا تقدر تشوفها وتفصيله الموزه من جوه شكلها والجوزي دابت دابت اللحمه دابت يا جماعه. ممكن يسقف للموزه؟ هو ده الكلام. لازم اي حد بيشوفني لو سمحتم تعالوا هنا وادعوني. دي حاجه ثانيه خالص. ايوه دي حاجه. دي حاجه ناقصه الترابيزه. طب اشرح لي. انا شايفه طواجن. ايه محمد يلا. ده طاجن عكاوي. ده عكاوي. عكاوي تمام. طاجن لحمه بصل. طاجن لحمه. اللحمه دي شمبري معموله بالبصل متكرمله. لحمتكم من مصانعكم. ده حقيقي. عمرها صغير. ده حقيقي. فوزي. ده حقيقي. انت عندك هنا ما شاء الله الله اكبر صلتين دورين. مساحه كبيره جدا جدا. 300 كفر. 300 صلت. ما شاء الله. عندك كمان قاعات. عندي طبعا عندي قاعتين. والقاعتين دول بما اننا بنتكلم بقى على الخدمه الفايف ستار والخمس نجوم فلازم يبقى عندي حاجات مؤهله ان انا يبقى في خصوصيه في برايفسي. فعملت قاعتين واحده الفي اي بي من 35 ل 45 من 35 ل 45 فرد. 45 فرد. قاعه واحده. قاعه واحده مقفول عليهم وفيها خصوصيه تامه بالنسبه للساوند سيستم الصوت. يعني انا لو في شركه او خطوبه او شركات الادويه او اي شركه كل حاجه عايز مدام قالوا لهم حضروا لي الصاله. انا عايز القاعه البي اي بي 100. مظبوط. وعندي بقى كمان قاعه ملكيه. قاعه ملكيه يعني بالظبط. يعني خلينا نقول ان هي ملكيه للفرنتشر بتاعها. يعني واخدين احنا الديزاين. هنشوفها هنشوفها بالظبط. كده. ودي لاي سبيشال ايفنت بقى اي عزومه لعيله. عزومه فيها عائلات فيها سيدات برايفت او مجلس اداره في شركه. لا كمان انا العائلات انا ما شاء الله ما شاء الله كمان. انت بيجي لك من الخليج ما شاء الله. طول ما انا طالعه اسر من الخليج بيطلبوها. في اسر عايزه تبقى في خصوصيه. القاعه مقفوله على السيدات بتوعهم. القاعه دي موجوده. القاعه دي موجوده تعتبر مطعم كامل تقريبا. بس في حاجه مش موجوده. في حاجه مش موجوده وجايه يعني شوف رغم كل العظمه دي في حاجه مش موجوده. ايوه في لسه لقطه العظمه جايه حالا. لقطه العظمه جايه حالا حالا. العظمه فين؟ دي العظمه. العظمه بتاعتك دي بقى لازم نقف لها اصلا. لا لسه ما شفتيش عظمه. يلا اوبا اوبا
فاونتن. ما هي دي الفكره. الجمال ده شلال ملوخيه بقى. شلال بقى ما تلاقيش كله متسيطر عليه. الله الله طبعا جامده جدا جدا يا جماعه. ريحه طشه التومه بالكزبره يا لهوي. لا بصوا معلش انا ادوق لان انا مني بقى عشان هي انا بشهق كمان. أيوة. هشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز فيها لقطه بتاعتنا حد يجيبها لي ابوسها. فيها لقطه بيتي بيتي اه مش هنقولها. آه لا انا عايزه سر. لا لا في حاجه غير التوم والكزبره فعلا. إيه؟ فعلا فعلا الدقه بتاعتها فعلا. إيه؟ التقليه بتاعتها. هو محمد اثر محمد اثر ان هو يغير الزيت بالزبده بس ده كل الموضوع. آه في سر في الملوخيه انا مش قادره الاقي غير التوم والكزبره. بس مش ال ال ليه الطشه مختلفه عندنا بدل الزيت. طيب لا لا طب هو بدل الزيت بناخد زبده. طب ندوق برضه الكفته بقى. الكفته بقى ويهمني اعرف رايك في الكفته. دي لحمه. دي لحمه صافي بس دي حقيقه فعلا. عاده بس بيبقى الكفته يعني لا دي لحمه صافي بلدي. ده حقيقي بلدي برقي وفعلا بدون بصل نهائي. فعلا قالوا لي طعم اللحمه في اللحمه. ايوه مش ضايعه في التتبيله. احنا دايما مقللين في البهار شويه يعني. البهار بتاعنا مخلين التست باين بتاع اللحمه يبقى باين. اتميز في اسكندريه. طيب في يعني حاجه ثانيه الحقيقه انا كست بيت وزوجي هو اللي بيحاسب فدايما تقلقني الفاتوره. تمام. والحقيقه المظهر الخارجي كمان للمكان مبهر. انا سالت مش هكذب عليك وانا طالعه الناس. تمام. الفواتير ايه؟ كله واحنا مسجلين على فكره كل ده الناس عاديين انا داخله عليهم وبسالهم. كله اجمع ان نفس الاسعار تقريبا اللي بره بس الميزه هنا انهم بياكلوا لحمه حقيقيه. يعني واحد قال لي انا باكل لحمه حقيقيه طبيعيه بتاعت زمان. كلنا كان ده كان فكرنا قبل ما نفتح هنا. كنا بادين اقل من الاسعار دي في الاول اصلا. ان احنا نعمل مطعم احنا نحب نقعد ناكل فيه فلما نحب ناكل فيه لازم نتميز عن الناس دي. والله العظيم وانا ما بحلفش يا جماعه اللي نفسه يدوق لحمه يجي هنا يدوق تست ويدوق تست بيت. واحلى من تست بيت. طب الوقت خلص. لا ما ينفعش الوقت يخلص. طب انا عايزه اطلب طلب. اتفضلي. مش معقوله انا انبسط والناس ما تنبسطش. جمهور بنت البلد عادة أنا برخم. ممكن لو سمحت تعملوا خصم مثلا. الحلقة مثلا هي بتعرض بكرة مثلا خصم 5% أيوة مثلا. أيوة أيوة. لمدة 3 ساعات أنت اللي تختار 3 ساعات اللي أنت عايزه. طب احنا عاوزين كل الناس تجينا ويوم الحلقة هيبقى 10%. لا تاني يوم. تاني يوم عرض الحلقة. تاني يوم عرض. تاني يوم 10%. 10%؟ 10%. وطول اليوم. خصم 10% بكرة. مش 3 ساعات بس طول اليوم. ده طول اليوم. اليوم كله؟ كله. انتوا بتفتحوا من الساعة كام للساعة كام؟ بنفتح من الساعة واحدة. واحدة جاهزين من واحدة تيك اواي دليفري. من واحدة لحد الساعة كام؟ بنستقبل عملاء من الساعة 2 2 بالليل. بكرة من واحدة لاثنين بالليل خصم 10% في مطعم مشويات اوزي في سموحة. وعايزة هجوم بقى وارجوكم محدش يفوت الجمال ده.